قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إنه يتعين على الأمريكيين إدراك عواقب إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا، محذرا من المخاطر التي تحيط بتلك الخطوة. وأضاف السفير الروسي أن التصريحات الأمريكية الاستفزازية بشأن القوات الروسية في ظل ظروف الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا محفوفة بعواقب سلبية. وكان الجيش الأمريكي قد نشر تقريرا عن القوات الروسية وتكتيكاتها المتوقعة في حالة نشوب صراع واسع النقاط.